ان شاء الله تكونوا قاعدين بخير. اليوم جبت لكم وصفه نسافروا بها على ايطاليا. الوصفه تاعنا هي لي لازان بلا فيوند هاشي. بيان سور درت لكم ديجا لي لازان بالبولي، تقدروا تلقاو الوصفه في قناتي. الوغ اذا حبيتوا الطريقه اروحوا معايا نوري لكم كل شيء. اول شيء انا خديت 500 غرام تاع لا فيوند هاشي. بيان سور نسحقوا لا بيشاميل، لا ريسيت تلقاوها في القناه ديالي. نسحقوا ربع حبات طوماطيش كبار تكونوا نقيتوهم ورحيتوهم بهالطريقه، زوج حبات بصل تقطعوهم بهالطريقه. نسحقوا فصيصات تاع الثوم تلحوهم بهالطريقه كيف كيف، ومغرف تاع الاكل تاع طوماط بيوري. نسحقوا لي لازان هادو مع عجين لازان. نسحقوا بيان سور التيم اللي هو زعتر مع بيان سور الرند. لي فرماج ديروا كيما تحبوا، موتزاريلا، شيدار، بارميزان، واش تحبوا. اما بالنسبه لي زيبيس نسحقوا ملح، فلفل الكحل، البابريكا اللي هي فلفل حلو، واستعملت الثوم يابس هكذا، وهادو ما لي زيرب دو بروفونس يعني تاع خليط تاع الاعشاب يابسين هكذا. ونسحقوا بيان سور زيت زيتون يعني تاع يضل اختياري كيما تحبوا. ونسحقوا الماء اكيد للتمرق شويه، لاصوص ما نسحقوش بزاف. هادو هما كاع المكونات، اروحوا معايا نوريكم الطريقه. فوالا البنات، بعد ما طلع البصل تاعنا هكذا، واش ندير؟ نضيف لا فيوند هاشي، ومن بعد نحط الورقة تاع الرند، نحط شوية هكذا تاع التين من فوق. نزيد لي زيبيس تاعي، نعتاد من انا نخلطهم مع بعض. نخلي هادو مع البال لانه تحت بزاف، لانه راح نستعمل اليوم وصفتين. فوالا نخليهم هكذا، لازم تفتحوا مليح لا فيوند هاشي تاعكم وتدخلوها مع البصل باش ما توليكمش كرايات. واكدوا لي ما تستعملوش مغرف تاع انت استعملوا مغرف تاع الحطب هكذا. هلا شوف انا نزيد نحط هذيك الطماطم تاع العلب تاعي.
خلي البصل هكذا مع اللحم يتقلى شويه مده دقيقتين حتى ثلاثه ونرجع لكم. فوالا البنات هكذا شوفوا تقلاو مليح وزيدوا نضيفوا الطوماطيش تاعنا وبلا ما ننساو الحبه تاع السكر اللي قلت لكم نحطوها باش نحينا الحموضيه. انت هادي اختياري كيما تحبوا. فوالا نخلطوهم كاعيتك مع بعض هكذا شوفوا حتى هاد لاصوص ولا اروع ما كان لا تزيدوا ايبيس زياده ولا هو الاعشاب هنا هما اللي يلعبوا دور اوريغانو والميكس ارب هو الصح قاعدك. فوالا ها ليك شوفوا انا كيفاش دايما ها لمسه الزيت رائعه انت ولا اروع ها التين دايما ها ومفيد للصحه كانيك ويعطي لون. ننصحكم تاني بزيت الزيتون شوفوا هاك من داك ما تحقوش كاع الماء صح انا ندير يا هدا شويه برك هاك هاك شوف ونخليها تطيب مده 15 دقيقه ونرجع لكم. فوالا البنات هاي هي لاصوص تاعنا وهاي لي كلا بيشاميل لي فرماج لي لازان والبلاطو اروحوا معايا نشكلوها. فوالا البنات ناخدو البلاطو تاعنا هكذا ولا النحو هذا من تحت باش يبان لكم خير. ناخدو شويه تاع لا بيشاميل هي اول شيء نحطوها هكذا من الفوق من تحت بلوتو سورتو هذيك لاكوش لي ديالنا هذيك تاع لا بيشاميل من الفوق كي تبرد. ومن بعد انا لي لازان تاعي ما نغليهمش نديرهم بهذه الطريقه هاك تاني ما نحبش نكسرهم يعني تا كي يكونوا هاك نخليهم هكذا باش جو بريفير نكاردي الشغل اون كوش شابه تاع لي بات خصوصا لما يكونوا دراري يحبوا لي بات. واش ندير دوكا ندير لاصوص تاعي بيان سور كاين لي غلوهم كاين لي يحطوهم في ما سخون وكاع انا نو ندير تانيك شويه هكذا تاع لابيشاميل من الفوق لي يحب يقدر يدير الفرماج لي يحب نو كنا مع الاخير ما نحبش ندير الفرماج نحب ندير غير لابيشاميل يعني كيما نضل نقول لكم كي تحبوا تخدموا حاجه يعني تركزوا عليها وركزوا على المكونات تاعها. يعني كي نقول لك لازانيا ماشي لازانيا معناتها ما ديريش كاع عيتك لازم تنقصي الفرماج ولا لازانيا يلزمها الفرماج. كي تركزوا يا البنات كي تحبوا ديروا اي طبق يعني تا خمموا له غير اذا حبيتوا تاع خفيف ظريف بصح كي تحبوا ديروه بالطبع لازمكم كل المكونات تاعو. فوالا هنا حسيت باللي ما راهيش نفس لي بالكم يقولوا ما راهيش نفس المستوى تاعنا سمون زيد لها شويه فيون داشي زيد لها شويه بيشاميل هكذا باش تكون نفس الطبقه مع الكيف كيف باش تجيكم سوا سوا. كيما قلت لكم انا ما نغليش لي بات مع الاخر نوري لكم كيفاش ندير اسما نستعمل. فوالا نزيد ندير لاصوص نكمل هاد الطبقه د لاصوص ونرجع لكم. كيما قلت لكم نزيد ندير شويه هكذا تاع لابيشاميل كي كملت الطبقه الثانيه
وتاني كنزيد شويه تاع الفرماج فوالا، ونزيد نحط الطبقه الاخيره هكا. ما غليتهم عمري ما حطيتهم في الماء فوالا هكذا. واش ندير دوكا طبقه اخيره؟ انا هكذا ندير، ناخذ لا بيشاميل تاعي نحطها هكذا فوالا، ونحطها هكذا كاع تكمل فوق. فوالا البنات، هذه هي اللازانيا تاعي. شوفوا انت حتى ملتاح الشكل تاعها كيفاش. ونزيد انا لمسه اخيره هكذا، يعني نشيل انه بيشاميل ما حبيتش ندير فيها في الاسواب. نزيد لها شويه تاع الملح، وتكونوا شعلتوا الفرن اكيد من فوق ومن تحت. ولا هكذا، وزيد لها المعدنوس هكذايا بس من الفوق. فوالا البنات، هذه هي لازان تاعنا. ومن الاخير تحطوا ورق طهي هكذا، تاخذوا بابي كيسون تحطوا غير هكذا من الفوق، يعني انت ما تغلفوه ما والو. وتكونوا شعلتوا الفرن تاعكم من الفوق ومن التحت اللي عندهم، طيب مرة واحدة مدة واحد 35 دقيقة هكذاكم. عينكم ميزانكم، يعني تدخلوا فرشيطة هكذا وتشوفوا اذا من التحت كامل تشوفوها باللي طابت ولا نو. واللي عندهم غير من التحت والفوق اكيد تشعلها من التحت واحد 30 دقيقة، ومن بعد من الفوق تنحيلها هكذا وتخليها تحمر. انا ما بالبابي كيسون هكذا ما نحياش باش تحمر، باش تجيني معسله نخليها هكذا بابي كويسون اللي حمرها فوالا. كي عليكم بعدين اكيد مع المرحله اللي تكون طيب فيها في الفرن، واكيد طريقه التقديم. فوالا البنات، شوفوا كيفاش راهي طيب. دوكا خليتها تجي مينيت 10 دقائق، شوفوا كيفاش بداو يطيبوا لي بات تاع لي لازان، ومن الفوق شوفوا كيفاش تحمر. نرجع على الحباب، هادو هما لي لازان تاعنا. وباش نعطيكم طريقه، باش نعطيكم طريقه يعني انت يستعملوها حتى في المطاعم. يعني انت لي لازان كي توجديهم ماشي ضروري تاكليهم سخونين، باسكو كي ديريهم سخونين شغل تخرجيهم من الفوق يجيكم يعني تاع لاصوص بيشاميل كل شيء يجيكم دايب. الوغ لازم تخلوها تريح لمدة 15 حتى 20، تقدروا تخلوها ما من الساعة. ومن بعد واش ديروا؟ تاخذوا يون اسيات، تكونوا خليتوا شوية تاع لاصوص وبيشاميل، تحطوهم هكذا في لاسيات. مام كي تكون باردة لي لازان تاعكم، تاخذوا هم مغصو تقطعوه وتحطوها فوق هكذا. دو بريفيرونس يكون اون اسيات صغيرة باش تدخل لكم في الميكرووند ولا في الفرن كيما تحبوا، وتحطوها تسخن وتاكلوها بالصحة والعافية. هذه جوست استوس من لي لازان تاعي دوك، ما شاء الله عليهم برك، نحبو بوكو صوص بزيادة. أنا عاودت وليت لكم بعد ما شفنا شفتوا 1 2 3 4 5. غو أنا عاودت وليت لكم بعد ما شفتوا معايا الطريقة اللي درنا بها لي لازان تاعنا. أروحوا معايا ندوقوهم، وبيان سور شوفوها منا كيفاش خرجت. يعني أنا أخذت وقت كيما قلت لكم، استعملت الطريقة تاعي لأنه اليوم عملت زوج وصفات ربحت بها الوقت بلا بيشاميل وكاع. سكيفي ما حبيتش، خليتها بردت شويه لي لازان تاعي، واستعملت الطريقه اللي قلت لكم عليها. فوالا هذه هي، شوفوا انت ولا اروع.
شوف مفرمجة ومعسلة كيما يحب الخاطر، واش تحبوني نقول لكم؟ إذا عجبتكم الوصفة والطريقة اعملوا لي جيم وشاركوني في قناتي مع فازو دايما جديد. فوالا البنات شوفوها بلا ما طيبتها.